وصلنا للحظة المنشودة، الشغل بالبيت خلص ومش باقي غير اللمسات الأخيرة من ترتيب وتزبيط بدها بالسالون وصولاً للغرف والمطبخ. فريق داليا والتجديد موجود بالبيت حتى يوضع الأغراض بمكانها الصحيح. يلا طالع خلينا نبلش. غرفة جهاد وهويدا فتغيرت بالكامل، حتى ألوانها صارت صافية أكثر ومريحة للنظر. المطبخ صار فيه كل الأغراض المطلوبة حتى تطبخ هويدا وتزبط بالكامل كرمال ما يشكل خطر عليها. داليا ركزت على غرفة نوم الأولاد حتى الكل يكون عنده مساحته الخاصة وما يرجعوا يناموا على الأرض. كيفك؟ تفضل جهاد. تفضلوا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا على بيتكم الجديد. تفضلوا. هيدي غرفة السهام واخواتها. شو هالحلو هذا؟ كثير كثير كلك ذوق مدام. كلك ذوق كثير حلوة. سهام أي تخفيك تعي لعندي. حبيتي غرفتك جديدة وخزانتي؟ كثير. إيه؟ أي تخفيك رح يكون؟ هيدا نقيتي خلاص؟ أنا انبسطت كثير، صار تخت لقلي ما كنت نام، كنت نام على الفرشة ورطوبة علينا، هلا صرت بنام على الفرشة وكل اخواتي بيناموا على الفرش. وهون بيناموا اخواتك؟ اوكي فيكي تعيطي لهم شوي أنا عايزتهم. لما فتت على البيت تفاجأت كثير وانصدمت، لأنه عن جد شيء بيريح النفسية وعن جد في فرق كان قبل وهلا. كثير كثير حلوة كثير. لمين هول الألعاب؟ بتعرفوا شيء؟ مين بده لعبة؟ انت تعال حدك. يلا روح لعبة. انبسطوا أكثر شيء كمان بالهدايا اللي وصلت لهم، حسيت الفرحة بعينهم وانبسطوا كثير. زعلتي شيء إنه ما جبت لك لعبة؟ أبدا. عن جد؟ أنت قد إيه عمرك؟ 15. يعني هول الألعاب مش لعمرك صح؟ أوكي ما تزعلي. أبدا، أنت هدية والله. أنا هدية؟ حبيبتي. شو متواضعة وأنوعة كمان. يلا بدكم نشوف الاوضه جوا. كل واحد صار عنده تخت، صار عنده فرشه لحاله، تخت لحاله. يعني انا كثير هذا الشيء فرحني وفرح كمان اولادي. واو يا ويل. واو ما ما في شيء بيصدق انه هيك كانت اوضه وهلا اوضه. حبيتي غرفتك؟ كثير جهه كثير كثير. قد ايه احلى من قبل؟ قد ايش مريحه والوانها حلوه؟ الوانها بتريح النفسيه. تمام. يعني مش الحرارة على القلب. لهيك انا اخترت هول الالوان والوان البراد الفاتحه. كلك ذوق. والتخت حتى حطينا الوان يعني متناسقه. كثير كثير. البيت كله على ذوقي؟ اي كثير. انت نحن بعد ما شفنا الصالون. لا قصه. يعني الفرق السما والارض. طبعا البيت كله فيه. حتى قلت الاولاد يعني ما في شيء بيصدق انه انا ما فتت. وانت طلبتي مني قبل الادوات الكهربائيه جبناهم صاروا بالمطبخ والحمام غيرناه، وهلا انا وانتم رح نشوف الصالون. بتشكر مدام داليا لانه عن جد قدرت غيرتنا كل شيء اللي كنا نحن بنحلم فيه. وهيدا الصالون شو رايكم فيه؟ شيء بجنن. شيء بجنن يعني. يا ما فعلا مدهوشين. الصدمه ما عم يعني انا حسيتني عم لك بالصدمه، ماني مصدق انه هذا بيتي. انا محلية كثير على فكره، شعر وميك اب وذوبنا لك هيدي مع دكتور اسامه. كل شيء ما شفتي؟ شوفي اللي قبل، انا هلا مرتاحه اكثر الحمد لله. انا مرتاحه نفسيتي. ايوه شفتي الالوان شو حلوه كتير. كل شيء بالبيت غيرني. انا كثير بهمني انه انت تكوني مبسوطه ومرتاحه نفسيتي. لا عم بقول لك، انا وقت فتت انا فكرت انه هذا بيت مسنتيني، انت بغلطه بالبيوت او شيء.
بس انا هلا عن جد مصدومه كثير بهالشيء اللي انا شايفته كثير، يعني لدرجه ما عم نعرف ان ما عم بعرف اعبر، انا قد ما اعبر ما عم بقدر اعبر، بس كثير شيء حلو يعني. يعني المهم هلا انت ان شاء الله الله يوفقك وتلاقي شغل ان شاء الله، الله ما في اكثر منه مدام، وتكون دعستنا خير عليكم ان شاء الله، ان شاء الله يا رب هذا اللي مبين ان شاء الله. بس عن جد بشكركم من كل قلبي، بشكر الله وبشكركم من كل قلبي انت وفريقك مدام، فرحتوا لي وليدي زياده عن اللزوم الحمد لله، واللي بيفرح لي وليدي بيكون فرحني لالي معهم. انا كثير كثير مبسوط لانه وليدي كثير مبسوطين، انا ممنون كثير انت وفريقك كله عن جد عن جد شيء حلو. في سهام باول الحلقه انت طلبتي مني شيء، انا بتذكر شو طلبتي مني؟ تليفون. تليفون؟ انت بتتوقعي نكون جبنا لك اياه؟ شو؟ شو بتقولي؟ اكيد في هيدا المحل اسمه بلاي ميجا ستور بفيردان، قدم لك هيدا التليفون لانه انا ما نسيت انت شو طلبتي مني. يسلموا كثير مدام. انبسطت لسهام انه صار بنتي عندها تليفون، وهذا اكثر شيء فرحني لانه هي كان حلمها يكون معها تليفون. كثير انبسطت بالتليفون، انا جبت لي اياه، كنت بحلم انه يجيني تليفون، والله حقق لي حلمي مدام دلا جبت لي. استمتعنا كلنا وفرحتينا كلنا. هيدا نحن هدفنا بالبروجرام انه نظبط البيت وكمان نسعد العائله، مش بس انه قدمنا فرش ودهننا وزبطنا شبابيك وكل شيء وهيك، نحن هدفنا انه نشوفكم انتم مبسوطين لتقدروا تكملوا مرتاحين نفسيا. مدام انا بدي لك كلمتين لو هن عم يطلعوا على الهوا، بس هي الحقيقه انك انت عن جد فرحتينا وغيرتينا وفرحتينا قلوبنا واولادنا. هيدي كانت حلقه داليا والتجديد لهالاسبوع، انطرونا الاسبوع الجاي بحلقه جديده مع عائله جديده. وهيك بيكون طال التغيير كل زاويه وكل قرنه. هالبيت يمكن صغير على عائله كبيره، ولكن حمل جواته الدفى وحب واصرار على العيش بكرامه بالرغم من كل الظروف الصعبه والبشعه يلي عم بتدق بيه.